زاد الاهتمام في الآونة الأخيرة بتربية السمان، وأنشئت له مزارع خاصة نظرا لمميزة طائر السمان وسهولة رعايته وجدواه الاقتصادية. فمن أهم مميزات التي تميز تربية السمان انخفاض تكلفة إنشاء مزارع السمان مقارنة بمزارع الدواجن. السمان غير مكلف في تربيته، فهو طائر صغير الحجم يحتاج لمساحة صغيرة في التربية، ففي المتر المربع الواحد يمكن أن يربى ما يقارب 80 طائر. انخفاض نفقات التغذية والرعاية والتربية مقارنة بالدجاج، بالإضافة إلى إنتاج العالي من البيض والذي يتراوح في السنة الإنتاجية الواحدة ما بين 250 و300 بيضة. دورة رأس مال السمان سريعة، حيث أن دورة حياته قصيرة ودورة التفريق قصيرة ومبكر في النضج الجنسي، إذ ينضج جنسيا في عمر 6 أسابيع. يتميز بمقاومته للأمراض خاصة الأمراض الوبائية وتحمله للظروف البيئية الصعبة. يعتبر السمان مصدرا سريعا ورخيصا لإنتاج البروتين الحيواني من لحم وبيض، ويمكن أن يساهم بدور كبير في الحد من أزمة اللحوم عند الاهتمام بنشر تربيته وإنتاجه. فهو يعمل على خلق فرص جديدة للعمل خاصة للشباب في مجال الإنتاج والتسويق. هو مجال جيد للاستثمار، حيث يعطي عائدا مجزيا عند عمل مشاريع لتربيته، لأنه من الأكلات المميزة في الفنادق والمطاعم الكبرى. ومن هذا المنطلق يمكننا أن نعطي مجموعة من النصائح الهامة للمبتدئين في مشروع تربية السمان. فالسمان الياباني والسمان الأوروبي من أفضل الأنواع في عمل المشاريع الاقتصادية، لكن يجب الحصول على طيور ليس بينها قرابة، لذا لا تشتري الذكور والإناث من مصادر واحدة، وحاول أن تشتري أخي المربي الذكور والإناث من مصادر مختلفة. تفحص جيدا الطيور المشترة للتأكد من مطابقتها للسلالة من حيث الحجم والشكل واللون وعدم وجود عيوب خلقية بها. عند شراء كتاكيت صغيرة للتربية يجب أن تتمتع بالصحة والحيوية، ويستبعد الأفراد الضعيفة، ويراعى التريش الجيد وقوة الأرجل. عند شراء بيض للتفريخ يجب التأكد من مواصفات التجانس في الحجم والشكل واللون وصلبة القشرة وملمسها، وليس بها أي عيوب. عند شراء بطاريات أو معالف أو مساقي يجب أن تكون من مصادر جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية. كما يجب الاهتمام ببرامج الرعاية المختلفة من تربية وتغذية وتحصين وإضاءة وتهوية، لأن الرعاية الجيدة تمثل جزءا كبير من نجاح المشروع. السمان يربى في عنابر خاصة، وتكون التربية إما أرضية أو في بطاريات. التربية الأرضية تكون فيها العنابر اتجاهها متعامدا مع اتجاه الرياح، ويكون محور المبنى شرقي غربي، ويكون ارتفاع الجدران 275 سنتيمترا من سطح الأرض. الأرضية يجب أن تكون خرسانة إسمنتية ملساء، ويجب توافر شبابيك بالعنابر
تمثل مساحتها حوالي 25 إلى 30% من المساحة الأرضية للمبنى، وتقام على ارتفاع 1.5 متر من سطح الأرض، وبارتفاع 125 سنتيمترا وعرض 200 سنتيمترا. التربية في البطاريات. يستخدم بطاريات مصنوعة من السلك المجلفن، ويكون ارتفاعها من 3 إلى 5 أدوار، وتكون الأرضية مائلة تسمح بتجمع البيض، وهي تشبه إلى حد كبير بطاريات الدجاج. أنثى السمان تضع حوالي 250 إلى 300 بيضة في العام. يتراوح متوسط وزن البيضة ما بين 10 و 15 جرام، ويتلون بيض السمان ببعض الصبغات. تتدرج من البني الغامق إلى الأزرق إلى الأبيض. يتميز بيض السمان بوجود بقع بنية أو سوداء. القطيع المربى بغرض إنتاج بيض التفريغ يخضع لبرنامج رعاية لتأخير عمر إنتاج البيض ليكون عند 7 إلى 9 أسابيع، باتباع برامج إضاءة معينة مع نظام تغذية، لأن الدجاجات السمان الأكبر عمرا تضع بيضا أكبر، وبالتالي يفقس كتاكيت أكبر، حيويتها أفضل ونموها أسرع. النسبة المئوية للخصوبة هي عدد البيض المخصب في كل 100 بيضة من بيض التفريخ، وتتراوح في السمان ما بين 90 إلى 92%، وهي أعلى من الدجاج. أما نسبة الفقس فهي عدد الصيصان الناتجة من تفريخ 100 بيضة مخصبة، وتتراوح بين 75 إلى 80%.